في هذا الفيديو راح أقول لك على 6 خطوات تقدر من خلالها إنك تبدأ في أي مجال حتى لو كنت في مرحلة تحت الصفر وتحقق هدفك إيش ما كان، سواء كان بزنس، وظيفة أحلامك، أو حتى جسم مثالي. أهلا بكم في الجزء الثاني من كيف أبدأ من لا شيء وأهم أسرار النجاح. إذا ما تفرجتوا الجزء الأول، فرابط الجزء الأول موجود تحت في صندوق الوصف، تفرجوا أول بعدين تفرجوا هذا الفيديو لأن التسلسل مهم جدا في هذه السلسلة. في الجزء الأول تكلمنا عن المايند سيت وكيف الناجحين والمليونيرز يفكروا. في هذا الفيديو راح نركز أكثر على الخطوات المادية اللي تساعدك إنك تبدأ من لا شيء وتحقق أهدافك. وعشان أسهل عليكم فهم هذه الخطوات راح أحكيكم قصة. قصة ميسون. ميسون هي بنت عادية في يوم من الأيام حضرت حفلة كانت جدا مذهلة من كل النواحي، وفي هذه الحفلة قدموا لهم كيكة ما عمرها في حياتها أكلت زيها. ولما سألت واحدة من السيرفيس أتندرز عن هذه الكيكة، قالت إنه هذه الكيكة جدا مميزة بس في نفس الوقت جدا نادرة ومو ممكن تلاقيها في أي مكان. وهم اضطروا إنهم يتفقوا مع شيف من مدينة ثانية بعيدة عشان يعمل لهم هذه الكيكة. فميسون قررت إنه أنا أتعلم كيف أسوي هذا الكيكة لأني أبغى أكل هذه الكيكة في الوقت اللي أباه وفي المكان اللي أباه بدون ما أحتاج إني أروح أي مدينة أو إني أضرب مشوار أو whatever. الخطوة الأولى عشان تبدأ من لا شيء لازم إنك تسأل نفسك السؤال what أو إيش. أنا إيش أبغى what. في حالة ميسون هي تبغى تتعلم أو تبغى الكيكة المميزة اللي مو ممكن تلاقيها في أي مكان. أنت وأنتي أسألوا أنفسكم هذا السؤال، أنا إيش أبغى؟ هل أنا أبغى بزنس؟ هل أنا أبغى وظيفة؟ هل أنا أبغى جسم مثالي؟ هل أنا أبغى حياة اجتماعية أفضل؟ لازم تسألوا نفسكم السؤال إيش، لأنه هذا السؤال يدلكم على الوجهة، أنت أي طريق ماشي. الخطوة الثانية هي أنك تسأل نفسك السؤال ليش، يعني why، أنا ليش أبغى هذا الهدف. في حالة ميسون هي تبغى تتعلم هذه الكيكة عشان تقدر تأكلها في الوقت والمكان اللي تبغاه. فإذا هي ما تعلمت في كل مرة تبغى فيها هذه الكيكة لازم تروح المدينة البعيدة جدا وتجيب منها الكيكة، لكن إذا هي تعلمت فهي في كل مكان وكل زمان وقت ما تبغى الكيكة تسويها وتأكلها. فأنت لازم تسأل نفسك why، أنا ليش أبغى هذا الهدف؟ ليش أبغى بزنس؟ ليش أبغى هذه الوظيفة؟ هل إنه هذا البزنس أبغاه عشان أكون مستقل ماديا أو مستقلة ماديا؟ هل أنا أبغى هذه الوظيفة لأنه هذا شغفي وأنا أحب هذه الوظيفة وأحس بالسعادة والمتعة وأنا قاعد أسويها؟ ليش جوابه جدا مهم، لأنه هو الوقود اللي راح يوديك. يعني إذا كان جواب إيش اللي هو what يقول لك على الوجهة اللي أنت رايحها، فنفس الشيء جواب السؤال why أو ليش هو الوقود، يعني هو السيارة اللي حتوديك، فبدونها ما تقدر تمشي ولا مكان. لأنه في رحلة تحقيق الأهداف والأحلام دائما ما تواجهنا صعوبات، وإذا كان جواب السؤال ليش ما هو عندك أو الجواب جدا ضعيف ممكن إنه أنت توقف في نص الطريق. أما إذا كان دافعك جدا 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 قوي فأنت مستحيل توقف إلين ما توصل الوجهة اللي أنت تبغاها. الخطوة الثالثة واللي هي تعتبر أهم خطوة بالنسبة لي، وإذا كنتوا رح تتعلموا حاجة واحدة بس من هذا الفيديو فهذه هي الحاجة اللي أبغاكم تتعلموها، اللي هي الاستراتيجية. قاعدة الاستراتيجية جدا سهلة، كل مجال في مجالات الحياة عنده استراتيجية، والناس اللي تعرف هذه الاستراتيجية وتطبقها بتنجح، والناس اللي ما تعرف هذه الاستراتيجية ما بتنجح، والناس اللي تعرف الاستراتيجية بس ما بتطبقها برضو ما رح تنجح. فالموضوع ببساطة زي وصفات الأكل، مثلا عندنا وصفة المندي، وصفة المكرونة بالبشاميل، وصفة عيش باللحم، كل أكلة عندها وصفتها. نفس الشيء مجالات الحياة، فمثلا البزنس في مجال محدد مثلا المطاعم السريعة عنده استراتيجي أو استراتيجية، التفوق الأكاديمي عنده استراتيجية، الحصول على جسم مثالي في استراتيجية. فإذا أنت تعرف الاستراتيجية أنت راح تنجح، أنت كنت قاعد تطبقها بالطريقة الصحيحة. الاستراتيجية جدا مهمة في موضوع النجاح، لأنه أنت عندك خيارين. الخيار الأول إنك تقعد تجرب وتجرب 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 وتجرب، الموضوع ممكن يأخذ منك سنين عشان تلاقي الاستراتيجية المناسبة والناجحة اللي توصلك للهدف، أو إنك تقرر إنك تشوف أحد already ناجح في هذا المجال وتروح تتعلم منه الاستراتيجيات. مثلا ميسون دحين عندها خيارين، الخيار الأول إنها تقعد في المطبخ وتشتري مقادير وتجرب
وتجرب وتجرب وتجرب وتجرب وتلخبط المقادير إلى ما تزبط الكيكة، وإنها تروح المدينة اللي فيها الشيف المعروف بهذا الكيكة وتروح تتعلم منه مقابل مبلغ مادي، أو إنها تشتغل عنده فترة معينة مثلا. فالطريق المختصر والطريق اللي أنا دائما أنصح فيه إنك تروح تتعلم من ناس اوريدي نجحوا في هذا المجال. فاذا انت تبغى تبني بزنس في مجال الفاست فود، روح اتعلم من شخص اوريدي نجح في هذا المجال، مجال البزنس في الفاست فود. اذا انت تبغى تكون ناجح في وظيفه معينه، روح اتعلم من الناس اللي نجحوا في هذه الوظيفه. اذا انت تبغى تنجح في مجال معين، اتعلم من الناس والناس اللي فقط نجحوا، مو من اي شخص، لانه عندنا مشكله انه اغلب الناس ياخذوا نصائح من ناس حتى ما عمرهم جربوا الشيء. فإذا تبغى تاخذ استراتيجية، احرص انك تاخذها من المكان او الشخص المناسب اللي هو يكون شخص نجح. الخطوة الرابعة واللي هي خطوة الماسيف اكشن، انك خلاص انت دحين اخذت الاستراتيجية، يا يعني انك قررت انك تاخذها من شخص اوريدي نجح، او قررت انك انت تطلع بالاستراتيجية حقتك، دحين ايش جاء وقت العمل والتنفيذ، انك تحط جهد ووقت عشان تجرب الاستراتيجية وتشوف هل الاستراتيجية هذه راح تنجح او لا. كان عندك استراتيجية من شخص اوريدي نجح، لازم انك تسويها بحذافيرها بالضبط، كوبي بيست، ما تغير منها ولا شيء، مو تسوي نصها وتخلي نص تسويها بطريقة مختلفة، هتسويها كوبي بيست. هي المرحلة الرابعة. هنا بعد ما تعلمت ميسونة الاستراتيجية او وصفة الكيكة من الشيف، رجعت مدينتها وبيتها وقررت انها تشتري كل المقادير اللي قال عليها الشيف، ودي المرة تجرب الكيكة لوحدها وبنفسها وفي بيتها. في المرحلة الخامسة انت دحين رح تقيم، رح تشوف هل استراتيجية هذه بالذات اذا انت كنت قاعد تطلع بالاستراتيجية حقتك، معناته في احتمال كبير انه اول استراتيجية تطلع بها ما تكون الاستراتيجية الصحيحة. فانت لازم تقيم هذه الاستراتيجية، هل الاستراتيجية هذه اللي ما سويتها لقيت النتائج اللي انا ابغاها او لا. وحتى لو كانت الاستراتيجية من شخص ناجح، تقدر تقيم وتشوف هل هذه الاستراتيجية قاعدة تعطيني النتائج اللي أنا أبغاها، هل هي ناجحة أم لا. المرحلة الخامسة، خلاص ميسون سوت الكيكة ودحين جاء الوقت إنها تذوقها، ودحين رح تذوق وتشوف هل الكيكة هي نفسها الكيكة الخفشارية اللي ذاقتها ولا الكيكة طعمها مختلف. نجي للخطوة الأخيرة واللي هي الخطوة السادسة. ميسون دحين ذاقت الكيكة ولاحظت إنه الطعم قريب جدا من الكيكة اللي هي تحبها، بس إنه في فرق في الطعم. فجلست تفكر إيش هذا السبب؟ إيش السبب اللي خلى الكيكة حقتي تكون مختلفة عن الكيكة اللي أنا أبغاها، والكيكة اللي أنا قد سويتها مع الشيف والطعم طلع نفسه؟ واكتشفت إنه الشيف قال لها تشتري نوع محدد من أنواع الليمون، وهي اشترت نوع ثاني لأنها ما لقت، وقالت عادي ليمون إيش يفرق. سوت الكيكة وذاقت طعمها، عرفت إنه يفرق كتير، وبعدها راحت دورت على هذا الليمون المحدد اللي الشيف قال لها تستخدمه، ولما استخدمته وسوت الكيكة من جديد طلع الطعم نفسه. نفس الشيء في الاستراتيجيات، لما الشخص يعطيك استراتيجية، انت في المرحلة الرابعة او الخطوة الرابعة المفروض انك تسوي استراتيجية زي ما هي بدون اي تغيير، copy paste. بعد ما تجرب وتشوف النتائج، وقتها انت تقدر تعدل او تغير. انه اذا كانت الاستراتيجية ناجحة، ألف مبروك عليك، أنت لقيت الوصفة السحرية للنجاح في هذا المجال، فأنت تقدر تستخدمها عشان تنجح في هذا المجال المحدد 20,000 مرة، لأنه أنت عندك الخلطة السحرية أو الوصفة اللي هي الاستراتيجية. أما إذا كانت الاستراتيجية ما أعطتك النتائج اللي أنت تبغاها، فمعناته هذا استراتيجية غير ناجحة، فمعناته أنه هي يبغالها تعديل إذا كانت النتائج كويسة بس مو ممتازة. أما إذا كانت النتائج جدا سيئة، فأنت لازم تغير هذه الاستراتيجية وتبدلها باستراتيجية ناجحة، وتستمر على هذا المنوال لما تلاقي الاستراتيجية الناجحة. مشكلة تواجه أكثر الناس إنهم يوقفوا في الخطوة الرابعة، إنهم يلاقوا استراتيجية يشتغلوا عليها ويقعدوا يشتغلوا مع أن الاستراتيجية فاشلة، إنهم مو قاعدين يشوفوا النتائج. وزي ما يقول ألبرت أينشتاين، الجنون هو أنك تعمل نفس الشيء وتتوقع نتيجة مختلفة. هذول الناس يستمروا على هذا الاستراتيجية ويعاندوا، ويسموا هذا العناد إصرار وعزيمة، مع أنه هو ما هو إصرار ولا عزيمة. لما الاستراتيجية ما تنجح، أنت لازم تغيرها. الموضوع هو أنك تركز على هدفك وما تستسلم على هدفك، بس لما الاستراتيجية ما تنجح تغيرها. تركز على هدفك بس، قاعد تغير الطريقة اللي توصل فيها للهدف، وهذا هو
المهم هذا الست خطوات تقدر تستخدمها في جميع المجالات عشان انت توصل للاستراتيجية اللي توصلك للنجاح وتبدأ من لا شيء وتغير فيها واقعك. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، اذا استفدتوا منه لا تنسوا انكم تعملوا لايك وتشتركوا كمان في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم الاشعار لما ينزل الجزء الثالث من كيف تبدأ من لا شيء واهم اسرار النجاح. لا تنسوا انكم تعملوا شير للفيديو للناس اللي يبغوا يبدأوا من لا شيء وللناس اللي مهتمين بأسرار النجاح. اكتبوا لي تحت في الكومنتات هل انتوا عمركم جربتوا هذه الخطوات وهل عمركم علقتوا على استراتيجية واصريتوا انكم ما تغيروها، وكمان لا تنسوا تضيفونا حساباتي في السوشيال ميديا الموجودة في التشانل ارت فوق كمان حاطة لكم هي هنا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. much love see you. وصفة الماندي وصفة تتبع الخطوات. Who's in the kitchen?